السلام عليكم، معكم كريم بن فلاح. كتهضروا على حساب هذيك لاليني اللي بغاو يدوزوا من هنا لبويافر، هذيك راه فيها الضرر، فيها واحد القوه كبير ومقربه للديور. هذيك دابا يعني الاخر يعني هما قادين يديروها تحت الارض، ماشي تكون يعني فيها الخطر للناس. راه الناس لو كان ما فيهاش الخطر ما غادي يعني ما غادي يديروا والو. ودابا منين فيها الخطر كاع الناس ما بغوهاش تكون احداهم تما. الدوله قاده والشركات اللي ديال الضو والمرسى هي مزيان دار تحت الارض ويهنيو السوق وهذا الشيء اللي كاين. يعني هذا اللي كيداروا هنا واللي بغاو يزيدوها كتشكل واحد الخطوره على السكينه، حيت كاينين السكينة اللي داز لها على الدار، كاين السكينة اللي داز لها مترو على الدار، كاين اللي دازها جوج مترو، كاين بزاف ديال الحوايج كتشكل علينا واحد الخطورة. من حد هذا تيار عالي ماشي بو التور السكني، هاد ديواه حيت كاين التور السكني وكاين التور ديال المصانيع والسكك الحديدية. هذا راه في الكيلووات ماشي في لي فولت. هادي إذا كانت غير الشتا ولا الرعدة جوج لينيات غادي يسببوا لينا الآخر المشاكل، كتسبب خطورة كبيرة على السكينة. وعندنا المدرسة جوج ليلين، واحدة دايزة حدا المدرسة واحدة أخرى بغاو يدوزوا واحدة المدرسة، راه كتشكل واحد الخطورة. فوق المدرسة داخل الساحة ديال المدرسة مقربة للأقصى. هاد ليلين هادو أنا من التجربة اللي عندي ككهربائي، ملي كيكون الرعد ولا كتكون الآخر الشتاء كتشكل واحد الخطورة. هي ليلين واحد كتشكل واحد الخطورة، أما جوج ليليات راه بزاف على الآخر. الضغط كتكون واحد القوة كبيرة ديال التيار الكهربائي. حنا انا كاسفة كمواطن مغربي كسكنة بوار ايشي خير جماعة بوعرق، كان نحتاج ما خصش هذا الشيء يكون، خص تكون الجهة المسؤولة خص دير شي حل لهذا الشيء. السؤال ديالك. نعم اسيدي. الكلمة ديالك لمن كتوجه؟ كنوجهها لجميع المسؤولين، اولا كنوجهها للمجلس الجماعي هو اللي حنا متناه باش ينوض يوقف معنا في هذه المسائل. وكنوجه لوزارة الطاقة والمعادن، المهم جميع الجهات المعنية كنوجه ليهم هذا الأخر. ولماذا كنوجه حتى لرئيس الحكومة؟ ما عنديش المشكل، حنا هذا شي حاجة مضرورين بها، كنبلغ الصوت ديالي وكنبلغ الرسالة ديالي لجميع الجهات المسؤولة يديروا لنا شي حاجة. وكنوجه الآخر الرسالة ديالي لجهة سيادة العامل، يتعجل الأمر في هذا، يشوف في هذه القضية هذه يدير لنا شي حاجة.